كله هذا بده شغل، فعشان الواحد يحصل يطلع بنتيجة زي ما احنا كلنا يعني حابين، ما في مزارع اللي هو عنده الخبرة الكافية. بدك هذا أكبر عمال أكبر فنيين نقطة. مهرة، عمال فنيين عمال، مهرة مش أيوة فنيين. بالضبط بالضبط. هاي هذا هو هذه يعني. مشكلة كانت دائما. طب عفوا، ما أنا عم بقرأ إنه كتير ناس بيتخرجوا، يعني ما بعرفهم ما بياخدوا كمان سيمينارز، ما بي يعني دورات، ما بياخدوا شيء، بتحكي ما في عفوا، تطور. بتحكي عن إيه؟ مهندس ولا بتحكي عن عامل فني؟ لا، مزارع اللي يبقى عنده خبرة ويعني. مزارع غير، مش مهندس هذا، مزارع خبرته بتكون العملية أكثر من الخريج الجديد. والخريجين كمان الجداد ما عم بيشتغلوا، يعني ما عمري شفت حدا. ما عندهم خبرة، بدك واحد يعلمهم طب يعطيهم خبرة. هذول جداد أخذوا كله أكاديمي. طب الأكاديمي اوكي، شيء والعلم في العقل شيء ثاني. طب عفوا، بتلمح مين بدي المخين. يعلمهم؟ ما هو مش لازم ياخذوا، ما بعرفش مين بدي يعلمهم، مين اللي بيعطيهم بيعلمهم واحد دورات؟ خبير مثل اللي في الجروب اللي معك، هذول الشبكة النسائية، مهندسين الهاية ومهندسين هذول الخبراء اللي بعلمهم. يعني امسكهم هلا شو كلياتهم. اللي أخذ في الجامعة؟ شو أخذ؟ يلا يا صبايا. بدرس في والله الجامعة، نحن بنعلم بس ما بدنا بدرس نتعلم. أشياء أكاديمية اللي هي ايديال كونديشن. الحقل ما في ايديال كونديشن، كله ريال كونديشن، طبعا كل العوامل طبعا. بتشتغل مع بعض. هو بكون مأخذ أشياء فردية، فبدك دكتور واحد من اسمع، الخبراء زي المهندس نهاية ما لا شاء لا الله ما شاء الله عليك انت، يسموهم اسمع، عملي، ها مش ليه علمي، عارف بس حط على عملي على لا يا الأقل اخوي ينزلهم احنا، لا لا انت ابو الحق، احنا يا اخوي على الحقل. سنسري، لا لا احنا لا اشتغلنا في حق، لا احنا مطلوب اجينا عمالة ورا الب. فنية، طب عمالة اسمع، بدي فنية مطلوب اقترح جد. عليك. هاي لا مشكلة والله، كمان. لا جد جد، يعني انا حقيقة يعني بتمنى انه يبقى لا في عندنا مشكلة والله. اي، بس كيف بدها تنحل المشكلة؟ كيف بدها لا كانت تنحل؟ لازم مشكلة عندنا بالعمالة الفنية، مثلا واحد بده يقلم ايه، بدنا ما عامل في. فني، نادر طيب ما تلاقيه بالوزارة، نادر يوم ندرة. طب ما العمال الفنيين ندرة، ما حداش مسجل، كانوا اختفوا، كانوا ناس كبار في السن واختفوا، ما اجى بدالهم ناس تفهم بالتطعيم طب عفوا، التخليط. والحل والحل الحل هلا في برامج تدريبية كتير لازم، يعني مش مهندس، انت بدك بس عامل فني زراعي، عامل هذا فني ايه، بس ما في ايوه ما في. محترف، طيب محترف ما في. مفتش. مزبوط كلامك صحيح، طب ما هو حدا انا بياخذ، يعني ما انا حدا عفوا بيتدخل عفوا، على ممكن المشكلة. انقب عن بترول، الاقي بترول بارضي مش مزبوط، عم بلاقي. طيب احنا بدنا وبعدين؟ العامل الفني، هذا المهم، اهم من المهندس طب تقريبا. ما هو عفوا، ما هو منا تنفيذ، يعني دور مين اللي ينفذ هذه الفكرة؟ ما هو انا اعطوني والله مجال، او يا دكتور اعطيني مجال تفضلي اقول خلص، لك. ليش تخلي نحكي لا اولا؟ اسمع، انا اذا فتحت بسكرش. لا لا انا والله ما شاء الله وقفت عليك، حكي، تفضلوا يلا. لا 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 تفضلي. بالعكس، انا بس بدي اقترح عليك، انت خبراتك ما شاء الله عليها وكلنا بنعرف، ودكتور فعلا انا بجوز تعينت بالزراعة بال2000، يعني تعينت على كبر، ولكن احنا على بقى صغر. احنا ماشي، يعني انا بالنسبة لي لا اشتغلت في محطات ولا اشتغلت في مشاتل، ولا فعلا اكتسبنا الخبرة العملية في إدارة البساتين. يعني دكتور مثلا، لما خليني أذكر لك، أول شيء حضرتك أنت أولهم، ثانيا تحسين مسمار، ثالثا ميري بحدوشة، عدنان عبد النور، جمال البطش، يعني هدول الأسماء اشتغلوا في قبل، يعني وزارة الزراعة كانوا أول يشتغلوا في الغور، في المحطات، في البقعة، بعدين يطلعوا على المكاتب. هدول اكتسبوا خبرة عملية، والعلمية يا سيدي موجودة، وما في يعني من الجامعة اكتسبناها وطورناها، ولكن العملية هاي ما بنقدر ناخذها إلا من الخبرة اللي في الميدان. هلا أنا بالنسبة إلي كنهاية حاولت أطور نفسي وأروح أطلع الميدان، وبجوز اتجهت لاتجاه زيت الزيتون، أكثر خبرة اكتسبت في هذا المجال. ولكن بالنسبة لإدارة بساتين الزيتون وكذا، هاي بدها زي ما حكيت، بدها مهندس وبدها فني. بس انا بقول طالما الان كلنا بنتحدث وبنحكي نفس الاشي، انه احنا ما في عنا لا مهندسين، يعني عفوا الخير والبركه موجود الان ولكن قله، وما في خبره طويله زي خبرتكم دكتور محمد. فاحنا بنقول احنا كمتقاعدين وعندكم انتم حضراتكم الخبره موجوده، ليش ما نروح نرتب مع نقابتنا، يا خلينا نشجعهم، نرتب مع وزارتنا نقول لهم يا جماعة احنا بنقول لكم، الناس كلها عم تحكي
الجيل الجديد ما تدرب بالميدان. طيب خلينا نشوف، انت بتعرف فنيين، انا بعرف فنيين، خلينا نطلبهم يعملوا دورات تدريب، يعني زي يصير خدمة قبل ما يروح يجي المهندس يقعد لي ورا المكتب. بس يعني جد انا هذا اللي بطلبه، انت وغير يعني من الافضالك لازم يعني خبراتكم يستفيدوا منها، هذا بقترح. والله وانا بأيدك 100%. والله انا بال87 تعينت بالغور، وضليتني لا قبل سنه ما اتقاعد انا في الغور، 29 سنه بهالغور، بس ما كانش عندنا زيتون، كان عندنا كله خضار. ما اختلفنا يا سيدي، احنا ما بنقول على الزيتون، اكتسبناها بالمعرفه والشغلات هاي. تسمحوا لي احكي لكم عن تجربه عندنا بفلسطين؟ طبعا يا ريت، تفضل. احنا في عندنا مؤسسه اسمها الاغاثه الزراعيه. الإغاثة الزراعية في كل سنة بتتبنى مجموعة من المهندسين الزراعيين حديثي التخرج، بتعملهم برنامج تدريبي لمدة 9 شهور. بعد 9 شهور هدول بتخرجهم جاهزين لسوق العمل من خلال هاي السنة. السنة يعني الدورة الحالية هي الدورة 32 في هذا الموضوع. هذا هو بدهم دورات، يعني هذا اللي بدنا إياه. إيه هذا اللي بدنا إياه. لو في مؤسسة تتبنى هذا الموضوع وتصير تدرب المهندسين حديثي التخرج، وأصلا توجد لهم فرصة عمل وتوجههم. هذا الصح، كلامك صحيح، والنقابة تعمل عنا. بس احنا المشكلة عندنا بدنا عمالة زراعية، عمالة يا من أهل البلد، يعني يكون من عندنا، مش عمالة بدي نوافق. طيب بتعمل بتدربيهم، بدنا عمالة محلية تقبل العمل. يا دكتور، يا دكتور بدي أسألك سؤال. المهندس الزراعي اللي قاعد بالبيت وباخذ مصروفه من أبوه، هذا ليش هلأ حضرتك مش بتعرف تقلل؟ مش بتعرف في كثير من المهندسين الزراعيين بطعموا وبقلموا وبيعملوا كل وبديروا المزرعة from A to Z. هدول الأصل، أنت يعني بدناش نضل، أنت هن بدهم يتعلموا. هلأ لما زي الست ودان أو ناس لهم مزارع مش قادرين هن يقوموا على إدارتها لظروفهم ولا لا وأوضاعهم، لأنه ما عندهم الخبرة وما عندهم الإمكانيات، يعني إنه يروحوا ويجوا كذا، بيدفعوا رواتب بيقولوا أنا بدي حدا يريحني عيشتي. طب بدل ما يقعد بالبيت ياخذ مصروف، ليه ما يتعلم أو يكون في مجال زي ما قالت فضل التغريب، يكون في مجال يتدربوا وبعدين يروح يا أخي يدير مزرعة ويقلم ويسمد. ليش يحتاج لعامل؟ بجيب عامل يساعده. زي ما حكيت يعني يا ريت والله. موضوع بليز كتير 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 مهم صراحة للبلد، يعني الكل عم بيشكي، الكل عم بيشكي صراحة. يعني زي ما حكيت مهندس نهاية، لازم نروح على النقابة ونحكي لهم احنا متقاعدين. خلاص يلا انا واحنا نسوي شباب بال50، يعني حرام طلعونا هيك بال50. طبعا 50 شباب لساتكم الجامعة 75، الجامعة بتخلي لنا 75 درسوا 75 سنة الجامعة بتعطي، يعني بال50 طلعنا بعز شبابنا 100%. 50 لسه اول العطاء، اول يلا العطاء. يلا هاشم والله يعطيك العافيه، الله يعطيكم العافيه ويسعد مساكم. انا المهندس هاشم مداوم مدير زراعه محافظه اربد. انتم كل الاحترام لكم والتقدير. الله يعطيكم العافيه. انا الموضوع اللي حكته الدكتور وحكم الاخوات هو مهم جدا. احنا الصراحه بزراعه اربد دربنا حوالي اكثر من 60 شخص على التقليم، واشترينا لهم معدات على كانت في منظمه داعمتنا. ما شاء الله عليكم صراحة. الآن مع تطور العالم كله والماكينة الزراعية صارت خدمة الزيتون صارت سهلة، يعني صار في مقصات آلية، صار في قطاف آلي، صار في حتى التخلص من الأعشاب كله صار آلي. يعني احنا بدنا نخفف من الأيد العامل اللي هي غالي عندنا بالأردن. نعم أنا بضيف لصوتكم، احنا في عندنا نقص بالعمالة الفنية الماهرة، في نقص بكوادر وزارة الزراعة مثل ما تفضلتوا انتوا على الخمسين من روح قاعدين، يعني احنا بعدنا صغار على سن الخمسين يعني من روح، بالتالي في نقص. لكن في كمان موجود عمالة بالسوق عندنا، يعني اللي بحب احنا من زوده. نعم شفتي وداد، بس المشكلة انه هاشم يعني ست وداد مزرعتها بالرمان، او يعني فبالتالي بعيدة عن اربد. اكيد في 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 نقص بالعمالة المدربه، وفي علينا والله يعني تقصير، وفي على الجهات الخاصه كمان تقصير. يعني بدنا نتكاتف مع بعض حتى لازم انه الناس، ونصير عندنا في جروبات لكل
محصول معين يعني كل محصول يكون يا سيدي ان شاء الله. والدكتور محمد لازم إلا لقاء مع الشبكة النسائية مع حضرتك نبحث حلول لهذا المجال، شو رأيك؟ والنادي أبو عاصم نتحدث معه، شو رأيك؟ دكتور محمد افتح المايك. دكتور محمد وينك؟ أنا طيب هلا دكتورة وداد تم على المفرق أعتقد، زرعت المفرق مش هيك؟ لا البقعة مش حكي ذيك مرة هي اللي حكت عن مزرعتها؟ لا دكتورة سناء، قالوا إنها تابعة على المفرق. دكتورة سناء الحناوي. سناء الحناوي نعم موجودة معنا ما شاء الله عليها. مش هي تاعت الزراعة العضوية؟ لا 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 الدكتورة. طب وين دكتورة وينها وين مكان مزرعتها؟ الدكتور وداد وين احكي له حبيبتي؟ وداد احكي له. وداد انا سكرت على الكل فبدهم انا مسكر على الكل. ما انا بسكر على الكل عشان في ناس بنسوا حكم فينا عمالها مهندس مرة. لا ما هو صوت اولاد صغار فبضطر ما عندناش اولاد صغار طوعونا مش انت مش انت. هلا شو رايكم الدكتوره يارا؟ احنا حبينا اليوم لانه صار في شوي تعديل، الدكتور اللي من مصر صار عنده ظرف طارئ للاسف وما قدر انه يكمل يعني يكون معنا اليوم، فالدكتورة يارا موجودة معنا؟ دكتورة يارا؟ معكم أنا نهاية، كيف حالك؟ أهلا وسهلا، فدكتورة يارا بجوز يعني بالتأكيد الكل مفروض بعرفك وبعرف خبراتك وما شاء الله عليكي، فيلا حدينا اليوم، حبيتي اليوم تحدينا بعد هالزلزال اللي مبارح، الحمد لله سلامتكم. الله يسلمك يارا. يا ربي إنه دائما هيك الله يحفظكم. فايش بتحبي تحكي لنا خبرينا؟ طبعا انا اليوم حابه احكي لكم عن تسميات اصناف الزيتون. هلا احنا بنعرف انه الزيتون شجره الزيتون لها اسم علمي واحد عكس التسميات العلميه المختلفه في العالم لكل الاشياء، يعني كان بكتيريا ان كان حيوانات اسماك حتى نباتات، هي الشجره لها اسم علمي واحد والأصناف بيجي الفلاح غالباً، أو نحكي غير الفلاح بس هي غالباً تسميات بتيجي من الفلاحين، بيجي الفلاح بيسمي صنف الزيتون، وهاي التسميات طبعاً لما بنيجي إحنا بنطلع عليها مش مبنية على أساس علمية، مبنية على خبرة الفلاح وتجربة الفلاح. طبعاً إحنا عملنا أنا عملت شخصياً دراسة في رسالة الدكتوراه وعن أصناف تسميات أصناف الزيتون في إسبانيا في تونس وفي منطقة المشرق عنا في سوريا ولبنان وفلسطين والأردن، وكان إشي كتير يعني الدراسة كانت حلوة كتير لأنه اللي لاحظنا فيها إنه طريقة التسمية في كل المناطق متشابهة، يعني الطريقة اللي بيفكروا فيها الفلاحين في كل مكان طلعت نفس الشيء. هلا طبعا في كل منطقة لها خصوصيتها وإلها يعني طبيعتها الخاصة فيها اللي بتخلي إنه الأسماء تختلف من محل لمحل. فكان مثلا عندنا من الأصناف اللي لفتت النظر كتير وكفي عليها دراسات في إسبانيا صنف تفاحي. هلا إحنا في الأردن ما عندنا تفاحي، أما تسمية تفاحي موجودة في سوريا، موجودة في مصر، موجودة في تونس، وموجودة في إسبانيا والجزائر. ونفس التسمية إحنا هنا عم نحكي طبعاً في إسبانيا بيحكوها في الإسباني وفي الجزائر بيحكوها بالفرنسي بيحكوا بوم، أما الملفت للنظر إنه هي أصناف مختلفة، يعني لما بتيجي بنفحص الجينيتكس وبنفحص الشجرة وشو صنفها هي مش نفس الصنف، أما التسمية نفسها. فلما إجوا حبوا يعرفوا إيش السبب لقوا إنه الفلاح لما بيجي بيسمي بيطلع على مثلا الشجرة، بيطلع إذا تشبه التفاحة، فهي لأنها بتشبه التفاحة كلياتهم اتفقوا على نفس التسمية. فهذا يعني بيورجينا طريقة التسمية اللي بتبني عليها الفلاحين، اللي هو بيطلع على المحيط اللي حواليه وبيسمي. طبعا هلا في تسميات
بتنبنى غالبا. احنا عنا في الاردن عنا اصنافنا يعني مبنيه مثلا روماني. لما بنيجي نسال احنا صنف روماني من وين اجت تسميه روماني، كثير ناس ما عندهم فكره، ما بعرف مين عنده فكره. اذا اي حدا، احنا طبعا هنا معنا دكاتره ومهندسين زراعيين وكلاتكم ما شاء الله بتعرفوا، فما في اذا حدا في عنده فكره من وين اجت تسميه روماني. لانه زمن الرومان يارا. بالضبط، فاحنا هنا بنبني على بالضبط، فاحنا هنا بنبني على التاريخ، تاريخ البلد اللي احنا فيها. فهو هذا الصنف جابوه الرومان لعنا على الاردن، فبما انه جابوه الرومان لعنا على الاردن احنا اعطينا التسميه. هلا في كمان صنف اربيكينا الاسباني اللي موجود بكثره في كل مناطق العالم. اربيكينا هو اسم قريه في اسبانيا اسمها اربيكا، فجاي التسميه من القريه اللي موجوده في اسبانيا وكلياتنا بنحكي هلا اربيكينا. في اصناف هاي مثلا غالبيه الاصناف اللي بنسمي، مثلا في اصناف على ورق الشجر، في باسبانيا صنف اسمه اوخي بلانكا. اوخي بلانكا معناتها ورقه بيضه، فاذا بنطلع على شجره الاوخي بلانكا بنلاقي انه فعلا ورقه الشجره من برا بيضه. كمان مثلا في تسميات بتنبنى على مثلا بيكودو، في باسبانيا بيكودو وبيكوال. بيكودو وبيكوال جاي من منقار العصفور، لانه حبه الزيتون بتشبه منقار العصفور. طبعا هلا هون احنا بنشوف انه هاي التسميات ما لها اي اساس علمي، مبنيه 100% على طريقه التفكير الفلاح والميكانيزم اللي هو بيبني عليها. هلا كان في شيء حلو كتير كمان، انه في اوقات بنلاقي شيء كتير كلتشرال يعني ثقافي مبني على الثقافة 100%، زي نوع الروماني عنا احنا في الاردن. مثلا في تونس كان صنف اسمه شملالي. شملالي ما اكيد سمعتوا فيه شملالي. الشملالي هي كلمة اصلها بربري، فهذا كمان بيعكس تاريخ تونس، انه في تونس في عندهم القبائل البربرية اللي عاشت هناك، فالتسميه جاي من اللغه البربريه. وانا يعني بحب اسميها لغه لانه انا لما بسمع اي حدا بيحكيها سواء من المغرب الجزائر او تونس ما بفهم اي شيء منها. كمان في عندنا النبالي. نعم النبالي، خلينا في الاردني. نبالي، احكي لي نبالي من وين جاي تسميه نبالي؟ نبالي في الاردن وفلسطين. من نابلس. من نابلس. هاي زي اربيكينا، زي اربيكا. من فهي طريقة التسمية نفس الشيء. طبعا أنا هلأ خلال الدراسة كان في عنا سوري كمان من سوريا، من لبنان. هلأ أنا يعني حكيت مع تغريد هلأ هي معانا. أنا في الدراسة اللي عملتها سمعت إنه في فلسطين صنف اسمه أمحي. صنف أمحي لأنه حبة الزيتون بتشبه حبة القمح. يعني هي طريقة التفكير مبنية على المحيط الفلاح، إيش هو بيشوف قدامه هو بيبني التسمية. وهي يعني من الأصناف القليلة، يعني مش الأصناف، من النباتات القليلة اللي فعلاً إلها اسم علمي واحد. هلأ أنا اشتغلت على أشياء كتير تانية علشان نعمل الدراسة. طبعاً أنا بالأخير يعني أساس دراستي هو لغويات linguistics، وتخصصت في الزيتون وزيت الزيتون، وصرت أعرف في زيت الزيتون عن طريق دراستي هاي، من طريق الأمثال، تسميات أصناف الزيتون. يعني بالأخير هي صح إحنا بندرس أصل التسمية، بنحاول نوصل لأصلها، بس من خلال محاولة الوصول لأصل التسمية الواحد بوصل لمعلومات كتيرة. مثلاً في إسبانيا في كتير أسماء لما بتيجي بتدرس بتلاقي كاتالان. الكتالان معناته جاي من كاتالونيا، من عند برشلونة فوق، مع أنه أصل الزيتون عندهم هم في الأندلس. غالبية زراعة الزيتون في خاين وفي سيبيا، إشبيليا وغرناطة وقرطبة. أما في أصناف اسمها من أول ما يشوفوا هم الاسم بيعرفوا أنه هي جاي من الشمال، من عند منطقة الجنوب. ليش؟ مش هون علشان المنطقة، لا، هون عشان الكلمة نفسها، الكلمة أصلها من هذيك اللغة. وهيك هي طريقة التسمية. فإحنا لما جينا حللنا علمياً، لقينا علمياً طبعاً بناءً على دراسة اللغويات، لقينا إنه الفلاحين لما بيبنوا الفلاحين يعني بيجوا بيبنوا التسميات عندهم أول شيء على المحيط اللي حواليهم،
ثاني إشي سووا المحيط اللي حواليهم حيوانات نباتات هاي الأشياء ألوان أي إشي موجود عندهم هم بالمحيط تبعهم. ونفس الشيء موجود عندنا في تذوق مصطلحات تذوق زيت الزيتون نفس طريقة اللي إحنا نسمي فيها أصناف الزيتون خلقنا فيها مصطلحات تذوق زيت الزيتون. ثاني شيء في عنا أشياء ثقافية بتعكس غير المحيط اللي موجود عنده الفلاح الثقافة اللي هي زي ما حكينا روماني. في عنا المنطقة نبالي في عنا كمان أشياء بتكون انترناشنال بيكون بيبني عليها الكل اللي هي زي لما حكينا عن تفاحي. فهي التسميات إذن انقسمت لإشي محيط الفلاح إشي خاص في ثقافة الفلاح وإشي عالمي كل الناس بيتفقوا عليه وهي هاي الميكانيكية يعني اللي بيبني عليها مخ الإنسان لما يجي يسمي. لما يجي إحنا بدنا نسمي أي إشي منشوف أقرب إشي بيشبهه ومنسمي عليه اللي هي الاستعارة إحنا بنحكي لها. فهي بالأخير هاي كلياتها استعارات لغة مجازية منسمي فيها إحنا أصناف الزيتون. يعني هذا هو ملخص البحث اللي عندي. ما بعرف إذا في حدا عنده سؤال أنا حكيته طبعا باختصار. طبعا حكيتهم على الشات شو سبب الكي 18 يعني هاي مش هاي اللي بتحكي عنها يا را أنا بتوقع الكي 18 إيش هو ما فهمت خليني أشوف شو سبب تسمية الزيتون كي 18 مهندس إلهام. لا مش هذا أنا مش اللي هاي. بحكي عنه بالزبط. أنا اللي بحكي عنه هي طريقة لما إحنا عنا صنف زيتون هلأ هي إحنا عنا الاسم العلمي لشجرة الزيتون أوليا أوروبية. هلأ إحنا عادة لما بدنا نروح ندرس هاي المهندسين الزراعيين أكيد بيعرفوا بيكون لكل صنف اسم علمي غالبا إلا عنا شجرة الزيتون كل الأصناف إلها اسم علمي واحد تمام؟ هذا الاسم العلمي ما إله دخل في هاي الأصناف. يعني ليه؟ لأنه هاي الأصناف الفلاحين هم اللي أطلقوا أسماءها. المزارع يعني هو من خبرته بوقف عن شجرة الزيتون وبيسمي وبتصير الاسم يعني بناخده إحنا كلياتنا جيل بعد جيل وبيمشي الاسم زي روماني. هلأ في عندي هون العجيزي الشامي من الشام جاي الحامض. في ما في شيء عندنا صنف اسمه الحامض هاي من فلسطين تبعت يمكن اسماء فلسطينيه ما بعرف عن تغريد مو معانا تغريد يمكن تأكيد. وداد هي وداد تسال بس تغريد معانا بتاكد العجيز الشامي هذا من الشام جاي بس منطقة. الحامض ما عندنا حامض الحامض ما في انا ما 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 شفتها هاي الاسم لا بفلسطين ما عندنا هذا الاسم إيه بس أنا عم بتطلع مكتوبة عندي هنا ما بعرف سمها صنف زيتون والصنف زيتون اسمه الحامض الصنف الصنف والاسم التجاري حامض الاسم التجاري حامض والصنف حامض الاسم العلمي أوليا أوليا أوروبية هو نفس الشيء الاسم الاسم العلمي ما بيتغير لشجرة الزيتون بس التجاري حامض مزبوط التجاري الاستطالة منتفخة من الأسفل هلأ أكيد هاي كل واللون أسود ولون أسود. هلأ شوفي إذا أنت بدك تاخدي حامض وداد هاي غالبا بدها تكون على بتكون زيت الزيتون فيها حموضة. هذا أغلب إشي ممكن الواحد يعني يلاقيه. إحنا طبعا لما أنا دراستي كانت مبنية على كتالوجات مثلا في إسبانيا في كتالوج عاملينه لأصناف الزيتون كلها. للأسف يعني حتى حكينا أنا ونهاية في الموضوع حبينا بمساعدة والله وجمعنا يعني معلومات وجمعنا كثير أشياء لنعمل إحنا نحاول كتالوج في الأردن أما هي إشي صعب يعني بده شغل كثير. أنا بنيت على كتالوج إسبانيا في واحد في تونس وفي سوريا هدول أكتر شيء بنيت عليهم. وبعدين في عندك الأمثال الشعبية تقدر تطلعي منها أسماء أصناف الزيتون كثير. مثلا إحنا عنا زي نبالي زيت سيال والقاطو بيهدي البال البري مري يعني هاي الأمثال أنت بتطلعي منها. البري موجود في كل محل ومعروف إنه زيته مر شوي وإنه القاطو صعب كثير يعني سواء في إسبانيا ولا في تونس ولا يعني في كل المحلات اللي أنا عملت فيها دراستي لقيت تشابه بكثير أشياء. بس هي بالأخير هذا كمان بيعكس خبرة الزراعة وخبرة الفلاح. فحامض تكون من الطعمة يعني هذا أكتر شيء ممكن الواحد يبني عليه ممكن أو ممكن الشكل يكون شكل الزيتونة بيشبه الليمون فهم قاموا قالوا لك أعطوك الحامض
ممكن ايه بعدين في اخضر الزيتون ولا يابس الحطب. اخضر الزيتون ولا يابس الحطب مظبوط، هذا مثل. ايه مثل ايه. قالوا لو سمحتي بالله ممكن بداخله اول شيء ما عرفتناش عن المحاضره، هذا واحد. انا حكت والله حكت ام لي يا عمي. لا ما هو لا مظبوط، انا والله خطر في عندي 6 سنس لانه عرفت هسه الدكتور بجوز ما كنت تحضر معنا اول. الدكتوره يارا هي عضو مؤسس بالشبكه النسائيه الاردنيه وما شاء الله عندها خبرات طويله زي ما تحدثت لك، ولكن انا قلت فعلا كان لازم لانه في ناس ما كانوا يحضروا معنا. الدكتوره يارا كانت من بداياتنا يعني تعطي معظم المحاضرات، وحتى يعني مش بس على زيت الزيتون، تعطي في كثير امور حياتيه حلوه. فانا الحق علي بعتذر منك. يلا يارا عرفي. طيب طيب انا دكتوره يارا الغلييني، عندي دكتوراه في اللغويات التطبيقيه من جامعه غرناطه في اسبانيا. طبعا رساله الدكتوراه ومقالاتي وغالبيه دراستي عن الزيتون وزيت الزيتون من ناحيه علميه، وغالبا نحكي ثقافي على لغوي. وعندي متذوقه زيت زيتون مع درست مع بانل بالسيرتيفايد من الانترناشونال اوليف كونسل، وهذا الحكي صار له تقريبا شيء ست سنين نحكي. وبشتغل في كتير اشياء لها علاقه بزيت الزيتون. وشو كمان خلص يعني بكفي تعرفنا معرفتي خلص بكفي. طب خليني بس احكي نقطه، تحكي نقطه علميه حكيتيها انت. اول شيء بالنسبه للاسماء، انت حكيتي كل الاسماء بتعطي اسم العلمي تبع الزيتون أوليو أوروبية. حصرتيها بالزيتون. أول شيء إحنا عندنا أنواع، مثلاً بندورة نوع، البطاطا نوع، الشجر نوع، هذا نوع بيجي تحته دخله صنف. خلاص صنف بأخذ اسم العلمي، بس بأخذ اسم الصنف، بأخذ اسم البندورة كنوع مثلاً. أصناف بالضبط. وبدخل تحتها أصناف. خلاص مش كله إشي اسمه نوع، بطاطا نوع، الدراء نوع، بدخل تحته أصناف. يعني إله بطاطا زي أوليو أوروبية. الزيتون اسمه أوليو أوروبية. خلص هو اسم الزيتون، كل الاصناف تدخل تحت تحته العلمي. اصناف اصناف هو نوع. تمام. البندوره نوع، ما في صنف بيجي كل صنف. لما تحكي انت كل صنف يجي اسم علمي مستحيل. هلا انا اعمل دراسات، انت علمي. اكيد بتعرفوا اكثر مني في الزراعه. هلا انا وقتي انا عملت دراسات مثلا كان عن مثلا انواع نحكي تسميات السمك. فالسمك كل واحد له اسم علمي، يعني مثلا حتى لو من نفس العائله زي فانا مشكل. فانا بقول لك اكيد انتم بتعرفوا اكثر مني لاني انا مش مهندس زراعيه. اصناف مظبوط كلامك، بس انا بس لما عملت الدراسه وحكيت مع مهندسين زراعيين ثانيين قالوا لي انه مش كل يعني مش كل شيء زي الزيتون. يعني هو الزيتون بتميز بهاي الشغله. هلا يمكن في اصناف ثانيه، بس انا اللي فهمته منهم إنه في عنا أشجار تانية إنه لا كل صنف له اسم علمي. هلا لأنه دكتور علمي واحد بدخل تحته أصناف أنواع. تمام. تحت الأنواع أصناف. خلينا ندخل نحكي في صنف اسمه عوجة. في صنف اسمه جلط، وفي صنف اسمه جنابيس. جلط مزبوط. جلط من وين جاي أسمائهم هاي؟ هاي أصناف. هلا أنا بحكي عوجة بيكون شكل الزيتونة أعوج شوي. نعم. جلط يعني بجلط من حلاوته. جلط أظني لا، بس أنا جلط حتى مارق علي وقتها. أنا طلعته جلط من سوريا. سوري. جلط من سوريا وأنا مارق علي موجود في رسالتي، وأنا فعلا ناسية شو معنى جلط. أوكي بجلط يعني كان... بجلط من زكوته. ممكن جلطة. هلأ هي إلها تسميات. أنا وقتها لما قسمت التسميات، طبعا إحنا في دراستنا لما بنيجي بنعمل تقسيم بندير بالنا كتير لأنه كتير سبجكتيف. يعني أنت عم تبني الكرايتيريا بنفسك، مش زي أنتوا العلمي جاهز عنكم الكرايتيريا وأنت بس تعمل الكلاسيفيكيشن. إحنا لا، إحنا لازم نعمل الكرايتيريا ولازم نعمل الكلاسيفيكيشن نفسها. فلما إجيت أعمل كان عندي أشياء أنه مثلا ميكانيزم مبنية على الخضرة والفواكه، ميكانيزم مبنية على مثلا احنا بنقولها توبونيميا اللي هي من المنطقة اللي انت توبونيمي سوري في الانجليزي انا بحكي حكيتها في الاسباني، هي المنطقة زي مثلا اربيكينا سوري وهي الاشياء. بعدين اشي على شكل حيوان، اشي على شكل نفس حبة الزيتون نفسها انه كبير صغير، اشي الشجرة.
هيك احنا بنعمل التسميات وبنبلش نعمل الكلاسيفيكيشن. اما قبل ما انا ابلش الكلاسيفيكيشن لازم اشوف شو عندي الكاتيجوريز اللي انا بدي احط تحت الكلاسيفيكيشن. هلا انا عملت مقاله مع تغريد معنا عملنا على مصطلحات تذوق زيت الزيتون، وحبينا نشوف كما يعني نفس الطريقه اللي اشتغلت على التسميات الاصناف اشتغلنا على مصطلحات زيت الزيتون. هاي ان شاء الله نعملكم فيها محاضرة تانية، لأنه اشتغلناها التغريد اشتغلت معي العربي، احنا اشتغلناها عم نحاول نعملها ديكشنري مع جامعة غرناطة في 5 لغات مبدئيا، وبنحاول نكبره عملنا الديكشنري القاموس. فهي الطريقة يعني أصعب شيء زي ما انت حكيت. هلأ انت عم تسألني بقول لك جلط، هلأ أنا نسيت فعلا نسيت، أنا يعني بالأخير اليوم نهاية حكت معي قبل 3 ساعات واتفقنا أنه احنا إن شاء يعني نعمل على هذا الموضوع، فأكيد أنا رح أجيب لك معناها من وين جاي جلط، لأنها موجودة في رسالة الدكتورة. دي كمان الصنف حكيت عنه تفاحة، أنا شفته مش عنا، هو أنا بشوفه على الفيسبوك بتابع، مش موجود في الأردن. لا بتابع عنا جمعية مزارعين وطن العرب الزيتون، يعني أنا جزء فيها. كتير شكوا من التفاحة إنه أسعار متدنية وفيش فيه زيت، حبته كبيرة ناشف، حبته كبيرة وما فيه زيت. مزبوط، ما في زيت مطرح حتى، يعني بتندم منهم زرعوه. هلا في إسبانيا بيستعملوه للطاولة، زيتون طاولة. هلا في إسبانيا اسمه منفنية، منفنية يعني تفاحة. أوكي، في عندنا قاعدة بالزيتون، كل ما كبر حجم الحبة كل ما قل الزيت فيها. هو زيت لب، ما هو الزيت الوحيد زيت اللب اللي هو زيت زيتون، مش زيت بدري يعني. بس مزبوط، بس تفاحي يعني أنا لما اشتغلت كان في دراسة جدا كتير عاملينها بين جامعة غرناطة وقرطبة، وحاكين عن كيف إنه نفس الاسم اللي هو تفاحي موجود في مصر، موجود في سوريا، في تونس، في الجزائر، وفي إسبانيا. وهو لما تيجي لحبة الزيتون بتشبه بعض في كل المحلات، بس الصنف مختلف كلياً. وفعلاً هو زيته قليل، فهم بيستعملوه أكثر للطاولة، يعني زيتون طاولة. طب الزيتون الأبيض شفتيه؟ له اسم تسمية؟ لا، الزيتون الأبيض ما شفته. وين؟ أنا شفت في إسبانيا، بنزلوا مرات على الفيس بتصوروه بنزلوه الأبيض. صح شفنا. لا هذا لسه ما مر علي. هلا انا بدراستي غالبا اعتمدت على الكتالوجات، علشان انا يعني عم بحاول اقدم إشي علمي. انا اول شيء عملت مقاله في مؤتمر في جامعه غرناطه، وبعدين عملت مقاله ثانيه لمجله، وبعدين طلعت الرساله. هلا المقالات واحده عن اصناف اسبانيا والثانيه عن اصناف تونس، وبعدين عملت بالرسالتي زدت، لأنه إحنا في المشرق للأسف مساحتنا صغيرة، فما عندنا كتير أصناف وتنوع زي في إسبانيا وفي تونس، فعملتها في رسالة الدكتوراه معهم. فكان إنه هو فعلا تشابه التسميات، يعني طريقة التفكير عند الفلاحين هي نفس الشيء في كل المناطق، أما إحنا لسه في الأردن ناقصنا كتالوجات، ناقصنا شغل على هاي الأشياء. يعني سوريا عندهم كتالوج، فلسطين لسه تغريد، صح؟ مظبوط. لسه، بس هذا إشي كتير مهم. يعني أنا لما مسكت كتالوج إسبانيا مفصل وكبير، يعني شيء تقريبا 500-600 صفحة كبير، واشتغلت عليه ومش موجود أونلاين. أنا وقتها أخذته من سنتر بيشتغلوا في زيت الزيتون والجينيتكس والموليكولار بيولوجي وكل هاي الأشياء في زيت الزيتون والزيتون، فأخذتها من عندهم وقتها أعطوني إياه. وصنف تونس أخذته من معهد الزيتون في تونس. وسوريا لا، لقيته وقتها أعطاني كمان، أعطانا إياه شخص في سوق في إسبانيا سوري بيشتغل، كان في جامعة قرطبة على الزيتون وموضوع الزيتون. فهاي كانت عندي جدا صعوبة في الأردن وفي سوريا، سوري وفلسطين، إني أنا أقدر ألاقي أسماء. وطبعا أنا أردنية قاعدة عم بشتغل، عندي أكثر عن يعني معلومات عن أصناف إسبانيا وعن أصناف تونس وأصناف يعني سوريا والأردن. فعلا اتغلبت أني أنا أقدر ألاقي، وغالبيتي اللي أخذته من الأردن كان من الأمثال الشعبية اللي هي زي اللي حكيتهم قبل شوي، لأنه إحنا كمان الأمثال الشعبية بنبني عليها في شغلنا، يعني هي إشي كتير مهم للزيتون وزيت الزيتون، يعني بتعطي معلومات كتير مهمة. والله هاي الحق على المهندس النهاية، كانت مدرية الزيتون. لا هذا قبل ما تمسك نهاية. العربي كله ما عندنا داتا، ما عندنا معلومات. لا كان في مربت المشكلة، ما منوثق، يعني ما منكتب ولا داتا ولا شيء.
حتى لو موجودة بتلاقيها مفرقة، بس أنا متأكدة إنه إحنا في الأردن فينا نعمل إشي كتير حلو في بالنسبة لهذا الموضوع، لأنه نعمل يعني نعمل في تونس، نعمل في سوريا، معمول في إسبانيا، في إيطاليا موجود، في فرنسا موجود. فإحنا لما نيجي نطلع عليه الأردن ما عندها، مدام حتى في عنا بلدان عربية طلعت كتالوجات خاصة بأصناف الزيتون معناته إحنا فينا نطلع. طبعا ندر احكي، يلا افتح المايك مهندسة ندر. السلام عليكم، يعطيكم العافية. هلأ بدي أسأل دكتورة بالنسبة للصنف مع الجودة مع الصنف، يعني الأصناف اللي حكيتيها شو أجود شيء بالنسبة للمركبات؟ يعطيكم العافية. هلأ هي مش شوفي، هلأ هو في الأصناف في عنا أشياء إحنا نعملها لزيت الزيتون نعصرها علشان نطلع زيت، وفي أصناف ناخدها زي ما تفضل الدكتور حكى قبل شوي إنه مثلاً التفاحي ما فيه زيت، فإنه يعني فإحنا بناخده للطاولة زيتون الطاولة أو الكبس أو اللي إحنا بنحكي. هلأ بالنسبة لشو أحسن واحد، هي بالأخير يعني أنا هذيك المرة كنت ماشية مع أصحاب إلي هون في إسبانيا، صاحبتي إيطالية وجوزها إسباني، وكل واحد بيقول لك زيتنا أحسن. فبالأخير إحنا قاعدين عم نحكي، هي بتقول لك أنا ما بحب الزيت القوي. هلأ زيت بيكوال، أنا ما بعرف إذا بتعرفوا طعم زيت بيكوال، بيكوال زيت قوي بيشبه النبالي شوي، زاكي، زيت كتير زاكي، وخاصة نستعمله فوق اللبنة، فوق الحمص، فوق الأشياء. فهي قالت لك أنا ما بحبه. فهلأ بالأخير إحنا شو أنت بتفضلي بالنسبة لطعم زيت الزيتون ولا الزيتون، هذا إشي بيرجع على أنت شو متعودة أصلاً، يعني شو أنت متعودة شو بتحبي. هلأ بالنسبة للمركبات أنا ما رح أحكي على المركبات هذا اليوم، لأنه إحنا قاعدين عم نحكي عن أصناف زيت الزيتون وتسمياتها، فما رح أدخل في موضوع المركبات هذا. إحنا إن شاء الله بنعمله يوم تاني، وبتكون إن شاء الله معنا مهندسة مربت إن شاء الله. إن شاء الله. هلأ بالنسبة في هنا عندي كومنت بيحكوا إنه التفاحي من مصر، التفاحي موجود في مصر ومزبوط، هو صنف في مصر، صنف في سوريا كمان، وفي إسبانيا وفي تونس وفي الجزائر، موجود في الخمس بلدان، وصح تفاحي مستدير ولونه أخضر، مزبوط 100%. زيت طاولة شو يعني؟ يعني للكبيس، بس أنا عم بحكي المصطلح العلمي اللي بيستعملوه للكبيس، بيكون أنا آسفة يعني زيتون مائدة، صار أنا آسفة كبيس. بعدين مكتوب حساس لحفار الساق ودودة أوراق، هذا بالنسبة للتفاحي. إيه التفاحي مزبوط. أما بإسبانيا مزروع كتير، أنا حضرت مؤتمر بشهر 11 في بيرو، كان هو أونلاين، وكان في واحد مغربي قاعد عم بيحكي عن صنف زيتون بيستعمل في أكلة اللي هي اسمها طاجين، طاجين مغربي. فاللي كان قاعد عم بيحكي هو مغربي عايش في سيبيا في إسبانيا، فقاعد يحكي إنه هو بيستعمل منثنية اللي هي تفاح في الإسباني، فبالأخير بيستعملوا ليه؟ لأنه هو أصلاً للمائدة، زيتون مائدة، زيتون كبيس، فبيستعملوه للطبيخ لأنه بالأخير يعني هو ما فيه زيت. بس مو معناته أنه هذا زيتون مش منيح، يعني كل زيتون إحنا بنستعمله له غرض معين نستعمله لإله. عندي مداخلة، تفضل أستاذ هاشم العمري أو دكتور هاشم، أنا يعني عم بتعرف عليكم. يعطيك العافية. الله يعافيك. شكرا لك على المحاضرة الحلوة هاي، والصراحة موضوع الأصناف موضوع شائك وطويل، يعني عندنا بالعالم حوالي 2100 صنف. الصراحة أنا حاب أحكي لك شغلة شفتها بجامعة قرطبة بالبنك المباراة. في عندهم صنف اسمه تفاحي، يعني مش منثانية، في ترى منثانية منسوبة أكثر شيء لسيفية، هو منثنية دسيبية، هي في منثنية لحاله وفي منثنية دسيبية، يعني نفسه بس بنسبوه للمنطقة. مزبوط. نعم أنا متفق معك، وهو أغلبه زيتون المائدة زي ما تفضلتي أنت، لكن بدي أحكي لك أنه أنا شفت عندهم زيتون مكتوب عليه تفاحية والأصل تاعه سوري. ومثل أنت كلامك 100%، أنا شكرا لك. فعلا إحنا دائما بنسب الأصناف لكل إشي، يعني هو اللي نحطه كبير زي التفاح يسموه التفاح، هو اسمه تفاحي، حتى بالإسباني بلفظوه تفاحي. هلأ هم بالنسبة لإلهم صنفهم الإسباني بيحكوا له منثنية، أما أنا زي ما حكيت قبل شوي إحنا عنا يعني في لو بتروح على تونس صنفهم بيقولوا له تفاحي، نفس مصر ونفس سوريا نفس الكلمة،
وبالجزائر بيقولوا له بوم اللي هي تفاحة بالفرنسي، وهو باينين على شكل الزيتونة يعني، ما هم مش نفس الأصناف بالمرة. فمشان هيك لما إسبانيا بدها تاخد مثلا هذا الصنف رح تلفظه تفاحي زي ما بيلفظوه، زي شملالي. أنا ما بعرف إذا بتعرفوا صنف شملالي في تونس. نعم مشهور بتونس هذا الصنف، مشهور إيه مزبوط يعني. هو بيستعمل بيطلعوا منه زيت وبيستعملوه للمائدة، وهي حبة زيتون صغيرة كتير وغالبا مائلة للسواد. صحيح. هاي بيستعملوا للتنين. مثلا شملالي حتى لما بتروح على إسبانيا بيقولوا لك شملالي، يعني ما بتغير الصنف الزيتون، ما فيك تغيره يعني، بتلفظه زي ما هو مزبوط 100%، زي إحنا روماني ولا نبالي كله ما فيهم يغيروه، فاللي بتحكي مزبوط 100%. هلأ منثنية هو لحاله صنف، في عندك منثنية ديسيبية اللي هو بإشبيليا بنسبوه لإشبيليا مزبوط. وتعرفي شغلة ثانية حابة أعلق على أصناف بالأردن، إحنا للأسف الشديد يعني أسهل لو بدنا نحكي الأصناف الأردنية إن نختلف إيش يعني، كل واحد له متسميات وما في جهة أجت سمتهن تسمية يعني، خلينا نعتمد يعني الأصناف العلمية. أسا أنت حكيتي إنه الأصناف إحنا بنسميها حسب الفلاحين شو بسموها، زي البيكوا والأربيكينا والأربوسان وهي الشغلات. فإحنا للأسف الشديد عندنا اختلاف بالأصناف يعني، أسا مثلاً نبالي محسن، او في ناس بيسموه له اكثر من اسم، الجلط مثلا الجروسيدي. للاسف الشديد احنا اصناف الاردنيه محدوده على فكره يعني، احنا عندنا النبالي البلدي ونبالي محسن. مزبوط. انا مشان هيك بحكي يعني، انا واجهت صعوبه. باقي الاصناف مش اردنيه يعني، الجروسيدي مش اردني، الاربوسانا في المانزينيلو في الفرانتويو في الاصناف هاي كلها مش اردنيه. لذلك احنا يعني بدك الصراحة لازم نجمع أصنافنا بالأول وبعدين نشوف الأصناف الدخيلة اللي عندنا. 100%. أحكينا في هذا الموضوع أنا ومهندسة نهاية، وحابين كتير نقدر نوثق ونعمل، وإن شاء الله كلنا منتعاون مع بعض ومنطلع شغل كتير حلو بالنسبة للأصناف. أنا فعلا الكتالوج اللي اشتغلت عليه في إسبانيا هون أخذت منه المعلومات يعني، أبدا ما تغلبت. لما بتيجي بدك تعمل بحث علمي موجود كل شيء جاهز عندك، حتى في تونس يعني، تونس هم بيشتغلوا على الزيتون كتير منيح. ف يعني في الكتالوج في هنا ما بعرف مين كتب على اصناف الزيتون في تونس، اصناف الزيتون الماطي يعني، ذكر اصناف في تونس. في من الاسماء اللي موجوده فعلا انا موجوده عندي في المقال وشرحتها يعني من وين جاي التسميات. ف يعني بالاخير ان شاء الله احنا في الاردن نقدر نعمل كتالوج يعني زي تونس. أكيد ما نحن إذا نوصل إسبانيا عندهم أصناف يعني مهولة يعني. أنا لهلأ وقتا بروح على بيت حدا من أصحابي بقول لي يارا في هذا الزيت مثلا من غرناطة جديد، أنا أول مرة أسمع في اسمه، مع إني أنا عاملة يعني دراسة منيحة. وبيكون لما باجي بدوء مثلا وبشومه لا ريحته حلوة وزاكي، ويعني لما فعلا يعني. فإحنا إن شاء الله في الأردن نقدر نوثق كل المعلومات اللي عنا. مساء الخير معيتك، واذا انا احنا جاهزين لاي تعاون يعني. انت كلامك صحيح، نترك المجال للاخوان. الله يعطيك العافيه. شكرا كثير لك. شكرا كثير. مساء الخير للجميع. مساء النور. معك الدكتور صالح الشديفات. اهلا وسهلا. تحكوا عن الاصناف صحيح. انا كنت في المركز الوطني مدير لبحوث الزيتون فتره طويله طبعا، واحنا اشتغلنا على أصنافنا المحلية بدعم من المجلس الدولي للزيتون. طبعاً تم توصيفها مورفولوجي بشكلي وتوصيف مولوكيولار يعني بصمة وراثية للأصناف المحلية وهي موجودة طبعاً. وفي تقرير طلع للمجلس الدولي وأرسلنا أشتال من الأصنافنا المحلية للمجمعات الوراثية في قرطبة وفي مراكش. احنا زرنا المجمع الوراثي اللي موجود في مراكش لأنه زرنا المغرب أكثر من طبعا زملائنا وأصدقائنا في تونس اشتغلوا شغلهم أكثر شيء على الشملالي ومعهد الزيتونة. طبعا أنا بجوز وصلتهم زرتهم ثلاث أربع مرات، وشكلنا شبكة الزيتون الدولية أكثر ما إحنا عملناها شبكة موجودة في يوم بس تخلص، يوم بس تخلص حكيمي. أوكي أوكي بس
ما بعرف في تشويش. يا مربت يا مربت في تشويش ما معلش تفضل تفضل. شبكة زيتون من خلال أرينينا اللي هي في ما في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا طبعا كان في شبكات متخصصة منها شبكة ولا زالت الأرينينا الآن مكتبها موجود في المركز الوطني للبحث والإرشاد الزراعي كانوا حاضنينها قبل فترة اللي هو إيكاردا والآن صح. هي موجودة في المركز الوطني والسكرتارية الأرينينا حاليا في المركز معالي الدكتور رضا الخوالدة طبعا كان في دكتور إبراهيم الحمدان صحيح كان له باع طويل وطلعنا احنا من خلال شبكة الزيتون وأنا كنت يعني أحد أعضاها كفوكال بوينت للأردن بنفس الوقت تشيرمن للشبكة لمدة حوالي 7 سنوات طلعنا الأوليف جاب يعني الجود أجريكالتشرال براكتسز يعني فور نير إيست أند نورث أفريكا فموجود هذا الكتاب هيو على النت يعني تقدر تقول أوليف جاب هاي طلعت من خلال أرينين وشبكة الزيتون موجودة الأصناف الأردنية؟ الأصناف الأردنية مذكورة طبعاً لأنه في دول مختلفة اللي كانت مشاركة في الشبكة حوالي 14 دولة تقريباً المغرب، تونس، مصر، السعودية، إيران كان، قبرص، لبنان، سوريا وكان من سوريا زميلنا الدكتور أنور إبراهيم كان مدير مركز بحوث إدلب وهو كمان متخصص في الزيتون وكتبت أنا وياه الشابتر المتعلق بالأوليف باي برودكت اللي هي هذه موجودة الآن إذا بتفتح النت تكتبي أوليف جاب الجي اي بي جود أجريكالتشرال براكتسز بتطلع معك الأرينينا طبعا مراجعة من الفاو وكمان طلعنا بكتاب اسمه الويرلد أوليف بوك طبعا في نسخ منه بجزء اجاني انا حوالي 5 نسخ فقط للاردن استلمتهم من خلال مكتب الفاو في عمان وفي وورد اوليف موجوده وورد اوليف بوك هاي لها علاقه بالهيستوري والفولكلور والريسيبيز وكلها يعني ما لها علاقه بالكلتشرال براكتس الو هاي يا رفي دكتورة سناء بدها تحكي تفضلي كانه راحت لانه بتروح النت من عندها وبتروح وبترجع فشوي متغلبه دكتورة سناء موجوده سامعيني هسه هذا الكتاب دكتورة سناء هذا الكتاب موجود في المركز كمرجع ممكن يطلع عليه انا ممكن ابعث يعني الكفر يعني تبعه وانا عندي نسخه صحيح في البيت لانه انا احد المؤلفين لهذه النسخة عن الأردن فبالتالي هاي صدرت من خلال السيمبوزيوم للأوليف اللي هو صار في الأرجنتين مع اللي هي جمعية البستنة العالمية والفاو والمجلس الزيتون عفوا ففي يعني الحمد لله في شغل على الأصناف خلينا أحكي الرو ماتيريال أعتقد موجودة في الأردن أنا بجوز ذكرت في الاجتماعات السابقة إنه عندنا إحنا موجود صافية لحظة تفضل عندنا لا تفضل تفضل دكتور في الجين بانك موجود في شيء إحنا عنا في غرناطة عم بيصير عنا شوية هزات أرضية فإجت هزة هلأ وإحنا عم تحكي أنا آسفة قصيت عليك لا لا ولا سلامتكم إن شاء الله الله يسلمك أنت بتكلمي من إسبانيا ولا أنا من غرناطة في غرناطة في إسبانيا فإحنا للأسف صرنا عنا أسبوع عم بتصير هزات أرضية صغيرة فهلأ إجت هزة وأنا قاعدة فمشان هيك سلامتكم إن شاء الله الله يسلمك يا رب أنا صحيح زرت المغرب مراكش مرتين وزرنا اللي هو المجمع الوراثي الدولي في منطقة مراكش تقريبا في المنطقة هناك وأيضا يعني كان لي فرصة أنه في مدينة مكناس كان في المدرسة الفلاحية
حضرنا مؤتمر للتين، فيعني زرت المغرب، أصدقائنا موجودين صحيح، يعني دكتور عبد الله باري يعني بجوز ما بعرف تعرفيه أو لا، يعني كان في إيكاردا وكان اشتغل، سمعت إمبلا، سامعة في اسمه إمبلا، الدكتور عبد الله باري هو من المغرب، واشتغلنا فترة يعني كان في ورشة عمل على اللي هي الجين بانك أو شغلة للزيتون، هي كانت ورشة قصيرة بغض النظر، لكن في إن علاقات يعني صحيح مع الجماعة اللي في تونس، معهد الزيتونة بيشتغلوا شغل كثير ممتاز في صفاقس، معهد الزيتونة في تونس ولا في صفاقس؟ تونس العاصمة؟ لا في هو تونس. في صفاقس، في صفاقس زي ما بيحكوا التوانسة، هو في صفاقس معهد الزيتونة، في صفاقس هو في يعني الرئيسي في صفاقس مزبوط، وفي عندهم نعم مكتب كمان في تونس. نعم في مكاتب تابعة لوزارة الوزارة الزراعة أو وزارة الفلاحة زي ما بسموها، لكن المعهد الزيتونة مستقل يعني كمعهد متعلق يعني بشغل الزيتون على مستوى تونس كاملة، مش بس مزبوط. بس هو المكتب الرئيسي أو الإدارة موجودة في صفاقس، طبعا أنا زرتها مرتين تقريبا، وعملوا أكثر من معرض دولي أو صالون متوسط، إضافة إلى أنه زي ما حكيت لك أنه انبثقت وتأسيس شبكة زيتون اللي هي حتى كان معنا الاتحاد الأوروبي وقتها، اشتركوا معنا في هاي اللي هي النتورك، الأوليف نتورك، بالتالي يعني كان دكتور أبو بكر كراي اللي هو بجوز حاليا مستلم منصب في وزارة الفلاحة في تونس. يعني على أي حال أنا صحيح أنا بحاول أذكر من الخبرات اللي مريت فيها، لأنه أنا خدمت في المركز الوطني للبحث والإرشاد الزراعي حوالي 30 سنة ومتخصص في مجال الزيتون. فالأصنافنا موجودة المحلية، إضافة للأصناف المدخلة إحنا بنسميها، في أصناف من اليونان، أصناف من اللي هي إسبانيا، في أصناف من إيطاليا، وبالتالي في عندنا حوالي 47 مدخل موجودة في جين بانك، موجودة في جين بانك. فهذا اللي الجين بانك يعني صحيح يعني موجود حاليا، هو كمرجع احنا بنقدر نشتغل، يعني ممكن يصير عليه اي شغل معروف بالاصناف المدخلة سواء من الخارج او اصنافنا المحلية. يعني انا حبيت اعمل مداخلة لانه في بعض لا بالعكس مهم كتير المداخلة، لانه انا بقول لك صعب كتير نوصل لهاي يعني الكتب وهاي المراجع، وإشي هذا نعم. كتير مهم انه احنا نشتغل عليه، لانه انا لما باجي بكتب يعني حتى لما كتبت عن اصناف تونس لقيت كتير عن اصناف تونس، وكتبت مقال كبير نعم. يعني نعم. فيها في نعم. مؤتمر إسبانيا نعم. كمان لما كتبت في رسالتي وطلعت مقال كبير، أما لما إجيت بدي أعمل عن الأردن ما لقيت كتير، فاضطريت أعمل قلت المشرق وأخذ سوريا الأردن لبنان وفلسطين عشان أنا أقدر أطلع يعني شبه مقال زي اللي نعم. كتبته عن تونس وإسبانيا. فلما أنت بتحكي لي إنه لا والله عنا أكتر، هلأ في الجيرموبلازم بانكس اللي هي موجودة في قرطبة، في موجود واحد كبير في قرطبة وفي عندهم بتونس، أنا ما لقيت في مرة يعني في المغرب مزبوط، آسفة، أنا ما لقيت كتير يعني إني أنا أرجع على الأصناف الأردنية، فاعتمدت كتير على أول شيء سوريا، حاولت الأمثال الشعبية اللي موجود فيها بكثرة بيحكوا عن الأصناف، وحتى في يعني في إسبانيا نفس الشيء عندهم الأمثال الشعبية وفي تونس نعم تفضل دكتور. لاقيها بالوورلد أوليف بوك اللي هو يعني هاي زي ما حكيت لك فولكلور وهيستوري، يعني بيتطرق للهيستوري في كل بلد وبالفولكلور شو اللي بيصير فيه، منها من ضمنها الأمثال الشعبية، من ضمنها كمان الريسيبيز أو اللي هي يعني الأغذية اللي يستخدم فيها الزيتون، ويعني قضايا كثيرة. صحيح هذا الكتاب يعني مهم جدا للمختصين في هالمجالات.
شكرا لك دكتور. يعني اذا المجلس الدولي اعتقد موجود فيه، ممكن اذا انت قريبه من المجلس الدولي. انا زرته طبعا في اسبانيا لاني مثلت الاردن في احدى الاجتماعات الرسميه، ف ممكن تلاقي فيه لانه هم كان لهم علاقه بهذا الكتاب، وبالتالي لابد يكون من المنشورات اللي موجوده عندهم. يعطيك العافيه. شكرا لك. يعطيك العافيه. قربنا نخلص الساعه، فخلينا ناخذ دكتوره سناء وبعديها الهام. دكتوره سناء الله يعطيك الله يعطيكم العافيه. سامعيني؟ سامعينك. تفضلي تفضلي. نعم كلامك على راسي دكتور صالح، معليش. الله يخليك. ولا يهمك ولا يهمك. الله يسلمك، شكرا لك. انا بس مداخلتي لا تتعلق بالزيتون، لانه كما زي ما بتعرفوا احنا لساتنا جداد بالنسبه للزيتون، وبالتالي الانواع والتعلم والاصناف والاسماء وغيره. بس انا بدي اشد على ايدك دكتوره يارا، طبعا شكرا كثير لك، المحاضره كثير قيمه. انا معلش لاني باحثي، فبعرف شو معنى البحث، فبعرف شو معنى اجراءات البحث، وبالتالي عمليه الإثكس اللي هي عباره عن اخلاقيات البحث وكيفيه ان بناء، كيف انه انا بدي ابني لو فرضا مثلا معايير اللي كرايتيريا عشان احط اسماء وغيره. فما بالك انه انت اصلا عباره عن لينغويستكس، فكان في تجربتين احنا بالنسبه لنا بالبيت يعني. فانا بدي اشد على ايدك انه فعلا مش انه احكي في مشكله، بس فيها كثير بنقدر نحكي عنه وقت ثمين ووقت قيم جدا، وبالتالي المخرجات بتكون كثير كثير دقيقه. انه قلت انت سبجكتيف، يعني اساس تكون انت كثير كثير دقيقه في عمليه هاي التسميات. التجربة الأولى أختي أنا كمان لينغويستكس ومعها ماجستير لغة إنجليزية طبعاً الأردنية، وكانت عندها وقتها عم تتكلم عن إشي عملية اللي هي أنا بعيد عن الزيتون، معلش سامحوني، بس أنا لأنه بدي شوي أفزع أو أساعد شوي دكتورة يارا إذا سمحتوا لي. فاللي صار فقط شغلي وحدي إنه كانت تنظر الإعلانات، أكيد دكتورة يارا بتعرفي السيمانتيك والكذا عبارة عن مصطلحات إنجليزية، فكانت تحاول قدر الإمكان تصنفها، فكثير كثير كان في تعب بهذا الموضوع. التجربة الثانية كان في عبارة عن برنامج تدريبي، وبالتالي كان كثير كثير دقيقة. فالله يعطيك العافية، المنهج العلمي كثير حلو. معلش أنا عندي مداخلة دائما بتدخل، بس ما بتدخل بالزيتون والأصناف لأنه لساتني عم بتعلم، بس بحاول يعني قدر الإمكان أكون معكم قدر الإمكان. وشكرا تقبلوني. شكرا كثير إليك. إلهام عندها سؤال للدكتور صالح. إلهام افتح المايك. دكتور صالح بدنا نفتح المايك لأنه بدها تسألك عن المياه العادمة وعن ال. ماشي ماشي. يعطيك العافية دكتور صالح. أهلا وسهلا. الله يسعدك. بدي أسألك عن شو رأيك بالري أشجار الزيتون بالمياه المعالجة والمياه الرمادية، هل تؤثر على جودة الزيت؟ لا حسب خبرتك. لا لأنه أنا بحكي لك من باب إنه إحنا عملنا أبحاث في المجال هذا، يعني أكثر من محطة السمرة عملنا، لأنه حتى فيها الآن ما يزيد يجوز على 40,000 شجرة موجود. يعني الآن تحسنت نوعية المياه، وبالتالي ما في مشكلة. احنا طلعنا بالمجال البحث والتوصيات اللي طلعنا فيها أنه ما إلها تأثير ولا حتى أي مشاكل بالهيفي ميتلز اللي هي العناصر الثقيلة اللي هي إلها تأثير على صحة الإنسان. ليش؟ لأنه خلينا أحكي بطريقة أخرى، أنه مياه الخارجة من المصانع ما بتدخل على محطة السمرة، فبالتالي هذيك إلها معالجاتها الخاصة فيها، لأنه فقط هي مياه الصرف اللي تجي من منطقة عمان والزرقاء وغيره، وما إلها تأثير. لكن كانت زمان لما اشتغلناها كان في تنقية طبيعية، وبالتالي يعني كانت نوعية المياه في الشتاء بتختلف شوي عنها في الصيف، تعرفيها بطبيعة الظروف الاستهلاك المائي والعبء، فكان العبء اللي بيجي اللود خلينا احكي اللي بيجي على المحطة السمرة، لأنها كانت أكبر محطة تنقية طبيعية في الأردن. ليش؟ لأنه يعني صارت تأخذ عندها أوفرلود، يعني في 45 حوض. أنا طبعا مريت، كان في مدير المحطة وقتها، ودخلنا ومرينا وشفنا في 45 حوض. هذا مفروض تمر تقعد حوالي 45 يوم حتى تطلع إلى الوادي وتنزل على سد الملك طلال، فمع الأوفرلود صارت تأخذ 21 يوم. فبالتالي يعني صار نوعية المياه اللي طالعة تختلف.
لكن الآن تغير الوضع. الآن في اللي هو معالجة اللي هي ميكانيكية بيستخدموا الميكنة، عدا أنه الكلورونيشن بيصير في كلور بنهايتها. تأثيرها المياه لم نجد أي تأثير لنوعية المياه، تعرف لأنه الأشجار يعني بعملية الامتصاص لها سيلكتيفيتي، يعني في عندها من الناحية الفسيولوجية ما بتأخذ كل شيء، يعني هي بتأخذ العناصر اللي يعني الضرورية فقط، لكن ما في إنه في عندي أنا مشكلة بأمور ثانية. المشكلة كانت وين؟ كانت بالمعاصر، فلأنه بعض أصحاب المعاصر بيقول لك كمية المي اللي بتيجي الثمار اللي جاية على العصر في من هاي المناطق كمية أو نسبة المي عالية، وإحنا زي ما بنعرف إنه لما تروح للمعصرة لازم نسبة المي ما بتتجاوزش 45%، 40 لـ 45%، فهي في بعض المعاصر كانوا عنده يشكو من إنه اللي جاية من هاي المحطات لأنه متوفرة المي، فبالتالي كانوا بيسقوا يعني بيظل ماشية. وين الخطورة كانت تكمن؟ في في الزيتون اللي جاي من هاي المناطق، إنه إذا سقط إشي من الثمار على الأرض هو بيخافوا من إنه يكون في تلوث من الثمار لما تروح للمعصرة، ويبقى وين الوضع عند المعصرة عملية الغسيل والتنظيف كل هاي الأمور. طبعا ما في تأثير، إحنا من حيث من ناحية بحثية يعني نتائج البحث طلعت إنه ما في إلها تأثير على جودة الزيت، لأنه انفحص من بالحموضة والبيروكسايد وكل الأمور الثانية ماشية تمام. إضافة إلى إنه كمان إحنا استخدمنا مياه المعاصر، ما بدي أدخل على مياه المعاصر لأنه اشتغلنا في بحث كمان ممول من صندوق البحث العلمي، وممكن إعادة استخدامها في ري الأشجار أو ري المحاصيل الحقلية مع الحراثة والإنكوربوريشن بيسموه. فيعني ما أتوقع في أي شيء إلا تأثير أخت إلهام، يعني ما في أي تأثير على الدكتور. الله يعافيك. شكرا دكتور، شكرا لك، يعطيك العافية. وصل يعني. طيب إحنا لأنه تجاوزنا الساعة، يارا ضل عندك إشي تضيفيه عشان تأخرنا يارا؟ لا انا كم خلصت هيك، اذا انتم يعني خلص هيك ان شاء الله اكيد، يعني انا بحب اني اعطيكم اكثر عن هذا الموضوع اللي اشتغلت عليه واورجيكم يعني المقالات اللي عملناها، وبس لا بس ان شاء الله بنعمل إشي عن الاردن يعني كلنا مع بعض. اخت يارا اذا سمحتي، في انا نشرت بحث في 2019 وانا بجامعه جرش حاليا بدرس، نشرت بحث اللي هو عن الاردن، طبعا اخذت ربطت الإليفيشن مع تركيبة الأحماض الدهنية، وهذا نشر يعني اتصل معي صحفي من إسبانيا اللي هو دانيال، وبالتالي نشرت في الأوليف أويل تايمز، ما بعرف بس الرقم يعني المجلة أي عدد يعني ما بعرف بالضبط، لكن هو باحث من جامعة جرش. أنا طبعا اللي اشتغلت هذا البحث طبعا أعطاني يعني كان هيك يعني شيء جديد، يعني إن ربطت الإليفيشن ارتفاعات عن سطح البحر، لأنه عندنا احنا بالأردن ماينس، عندنا بالماينس يعني تحت سطح البحر كان في زيتون بالأغوار، وبالتالي بدنا نشوف احنا هل الأحماض الدهنية بتتأثر خاصة الأوليك أسيد. نعم صار وطلعت النتيجة إنه بتأثر، يعني أخذ اللي هي العتبة الدنيا تقريبا بالستاندرد العالمي. فيعني لحد الان انا في عندي بحث الان شغال للإليفيشن اللي فوق الألف، فان شاء الله انه يعني تطلع نتيجه وهو في نتائج مبشره ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله انا بدور على المقال واكيد بلاقيها ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لك العافية. شكرا لك، شكرا لكم جميعا، يعطيكم الف عافيه. ما امليت معانا ولا طالعه؟ امليت معانا؟ امليت حابه تحكي شيء قبل ما نسكر؟ شكرا ماما. يعطيكم الف عافيه. طيب ساخرناكم، شكرا على حضوركم جميعا. يارا حبيبتي شكرا، شكرا جزيلا، بدنا محاضره ثانيه من اللي بالي بالك. خلاص ان شاء الله. ان شاء الله قريبا. ان شاء الله. يعطيكم الف عافيه. يا رب تصبحوا على خير. شكرا للجميع. اهلا اهلا فيكم. اهلا، تصبحوا على خير. باي باي، مع السلامه. هلا.